Honor 7X يحصل على ميزة التعرف على الوجه. السلام عليكم شباب، وياكم مرتضى الجليحاوي. اليوم عندنا اخبار عن بعض الشركات. لو نبدي ويا شركة سامسونج واعلانها عن جهاز جديد ون 7 برايم. هذا الجهاز يأتي بمعالج من نفس الشركة اكسينوس 7870 بذاكرة عشوائية 4 جيجا وذاكرة تخزين 32 جيجا، طبعا يتحمل الذاكرة الخارجية. طبعا هذا الجهاز يأتي بنظام المارشميلو، ونتوقع ان يأتي نظام الاندرويد نوغا والاندرويد اوريو ببطارية 3300 ملي امبير. هذا الجهاز سوف يتوفر باللون الاسود واللون الذهبي، وتوفر بسعر $198 في دولة الامارات العربية المتحدة، اضافة الى انه سوف يتوفر في العراق والدول العربية بسعر ما يقارب 250 الف عراقي. طبعا هذا الجهاز من الاجهزة المتوسطة، سوف يلاقي استحسان لجميع المستخدمين لان سعره قريب $200. وشركة سامسونج كذلك اعلنت عن موعد اطلاق جالكسي S9 و S9 بلس. طبعا الشركة اعلنت واكدت يوم 26 بشهر الثاني بمؤتمر MWC سوف تعلن عن جهاز جالكسي S9 و S9 بلس. طبعا هذا المؤتمر سوف يعقد في برشلونة في الشهر الثاني. ان شاء الله راح نشوفه ونشوف شنو المسجدات بهذه أجهزة وشنو الشركات تعلن عن أجهزة في هذا المؤتمر. لو نأتي ويا الخبر الثاني ويا شركة أونر التابعة لشركة هواوي. أكدت شركة أونر بأنه ميزة التعرف على الوجه سوف تصدر إلى أونر 7X، وهذه الميزة يعتبر من الأجهزة النادرة التي في حدود $200 إلى $250. يأتي إلى ميزة التعرف على الوجه بعدما كانت في الآيفون الإكس. طبعا الشركة أعلنت أنه سوف يأتي تحديث لأونر 7X من خلاله يتم استخدام قفل وفتح الجهاز عن طريق ميزة التعرف على الوجه. طبعا هذه التحديث سوف يأتي بالأيام اللاحقة لجميع الأجهزة الأونر 7X، خاصة النسخة العالمية، وإن شاء الله هاي الميزة تجي لهذا الجهاز ويكون من أبهر الأجهزة بإضافة هذه الميزة إليه. طبعا بعد يوم من إعلان الشركة عن النسخة الحمراء لهذا الجهاز الذي سوف تطلقه في يوم الأحباء فالنتاين، ويمكن أن يتوفر هذا اللون عالميا خلال هذه الأيام، يمكن يأتينا إلى العراق. خبر عن نوكيا انه اصدرت تحديث الاندرويد اوريو لنوكيا 6 2018. بعد اعلانها عن نوكيا 6 2018 الذي اتى باندرويد نوغا، وقد حصل على تحديث الاندرويد اوريو. بنهاية الفيديو، اذا عجبك الفيديو اضغط لايك، اذا ما مشترك بالقناة اشترك بالقناة. وياكم مرتضى الجليحاوي، وفي امان الله.